لنجمنا علاء. علاء، النهارده خلاص فرنسا بتتأهل، هتقابل الأرجنتين. فنيا من الأقرب للحصول على الكأس الأغلى، كأس العالم؟ هي فرنسا بدأ من أول مباراة لحد آخر مباراة مستواها ثابت، عندها مفاتيح لعب قوية بتعتمد عليهم، يكاد يكون نجمهم كيليان امبابي واحد من أخطر المفاتيح مع أنطوان جريزمان، عثمان ديمبلي، جيرو. يمكن كيليان امبابي أحرز 5 أهداف في هذه البطولة، متساوي مع ميسي في صدارة الهدافين. ميسي ناحية تانية، الأرجنتين بدأت بصفعة مدوية من منتخب الأخضر السعودي، فوقتهم، خلت ليونيل ميسي ونجوم الأرجنتين بيأكلوا في نفسهم، وبالفعل حسنوا مسارهم وبقى مستواهم تصاعدي بشكل كبير. يعني أنت شايف أن الأرجنتين قبل مباراة السعودية حاجة وبعد مباراة السعودية حاجة تانية؟ صحيح، حاجة تانية تماما مختلفة. يعني هم أدائهم تصاعدي، حتى في ماتش بولندا والمكسيك لا، مستواهم دلوقتي أفضل بكتير لحد ما وصلوا للتوب. يعني شايف ان هو ادائهم قدام كرواتيا هايل، ليونيل ميسي بيعمل كل حاجه في الكوره. صحيح، هم كانوا بيقارنوا مين افضل، مارادونا ولا ميسي، وكان دايما انصار مارادونا بيقولوا انه مارادونا خد كاس العالم وميسي ما عرفش ياخد كاس العالم، وانه الاختبار الحقيقي هو كاس العالم. وده طبعا يعني بيدلل على انه بلا شك انه الارجنتين معاها جوهره كبيره حاليا هو ليونيل ميسي، وكاد يكون هو اخر كاس عالم، فالحافز عنده بشكل كبير جدا، بيحاول ان هو يموت نفسه. اعتقد بانه ميسي لو كان في مستوى طبيعي الارجنتين هتكون هي صاحبه اللقب، لكن كتيم فرنسا عندها من النواحي الدفاعيه ما تتفوق به على المنتخب الارجنتيني، عندهم انضباط هايل من الناحيه الدفاعيه، والتكتيك الرائع اللي بيكون اللي بيلاقي فيه تناغم ما بين لاعبي خط الوسط وما بين لاعبي الدفاع. لكن الناحيه الثانيه، الناحيه الارجنتينيه قوية للغاية من الناحية الهجومية، المباراة هتكون تكتيكية قوية جدا، لكن الأجمل إن احنا عندنا السعودية كسبت الأرجنتين في دور المجموعات، وتونس كسبت فرنسا أيضا في دور المجموعات.